لينوفو أطلقت مجتمع ليجن أو ليجن كوميونيتي في الشرق الأوسط، وهذا الخبر جدا رائع لمحبي الجيمينج، إنهم يلتقون مع محبيهم من اللاعبين والمحترفين وأيضا المتخصصين في اللعب بأجهزة ليجن بأنواعها. عموما مو بس كذا، فتحوها في الشرق الأوسط، بالإضافة خصصوا جائزة للي بيحط صورة للتجهيزات حقتها أو الجيم سيتاب عندك البي سي وكيف أنت تلعب والماوس وكذا، وإن شاء الله راح تكسبون جائزة مقدمة من لينوفو مباشرة. ادخلوا على الرابط التالي وسجلوا وشاركوا بصورتكم، وأيضا شاركوا مع كثير من الجيمرز. في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله لكل عشاق الجيمينج وأساطير اللعب. اليوم رجعت لكم في تحدي شهر مارس من عام 2021. زي ما تعرفون لينوفو يرسلون لتحدي كل شهر، وهالمرة التحدي كبير جدا والظاهر فيه مشاوير رايح وجاي رايح وجاي. طبعا تعرفون اني انا استخدم جهاز لينوفو ليجن 7i Slim، وهذا الجهاز يعتبر من الاجهزة الخارقة في الجيمينج، وتقدرون تلاحظون في قناتي اذا حابين تستطلعون على كافة المواصفات لهذا الجهاز. والتحدي ايش يقول لنا؟ هلو تارك الجاسر، زي ما تشوفون بالشاشة قدامكم، A new year means it's time to take on new challenges. طيب هذه سنة جديدة، او اني بقرأ لكم على طول بترجم. لب التحدي او جوهر التحدي، travel to every location region on the map in one game. طيب يقول لي اني لازم اسافر او ارتحل من مكان لمكان اخر في نفس اللعبة، معناته في لعبة واحدة خريطة واحدة بتنقل في أماكن الخريطة. وانتو تعرفون الوار زون فيها خريطة مرة ضخمة، وان شاء الله يعني أقدر ألحق عليها كلها. عموما ما راح يكون لوحدي، راح يكون معاي دو أو دو. حياك الله يا دو، أعرفكم عليه. الله يحييك. دو طبعا من الأساطير معي في اللعبة. ما نختار كواد؟ لا نخليها اثنين عشان يكون الموضوع أسهل في التنقل، يعني لما مرة واحد يكون اثنين متفاهمين مع بعض. مرة لما واحد لما يكون أربعة هنتفرق. طيب إذا أربعة والله كلامك منطقي. طيب خلنا الحين نبدأ. طيب زي ما تشوفون ما شاء الله الجهاز يدعم أحدث معالجات من شركة انتل، ويدعم نظام الويندوز، عندك أيضا كرت الشبكة زي ما تشوفون أنا شابك على 5 جيجا هرتز، وعندي البينج 18 ملي سكند في الثانية. جاهز؟ يلا جاهز. بسم الله. وين تبغى ننزل نبدأ كبداية؟ على طول. لا شوف وش رايك نبدأ من الآخر بالأخير ونرجع راجعين، ننزل على الداون تاون بعدين بارك هوسبيتال. يلا اشد اشد اشد. يلا اوكي. يلا بسم الله انا نزلت. يبغى ناخذ اسلحه على طول واقترب سياره. ايه استنى احاول ما في احد جامع تحت. اي والله ما في. والله your primary objective is to بسرعه بسرعه اقول فيه اشياء واجد. خيرات خيرات. يا سلام انت اللي جيت. ايه يلا نبغى نحرك سريع عشان نلحق الزون. يلا بحاول اروح للمنطقه الثانيه اساس نغطي اكبر مكان. ايوه عليه باونتي. انا مطلوب حاليا. حاليا كم مكان عدينا؟ يمكن ثلاث مناطق. تعال معي تعال. يلا جايه. لا سياره، لقيت سياره. تعال. حلو جيت. روح. وقع أحد يلقطنا من هنا ولا؟
السيارة؟ نقول لا إن شاء الله. خلاص هذه محطة القطار عديناها، روح كمل. استنى استنى استنى، في شيء أحطه على السيارة عشان ما تفجر. أو درايف. حلو. روح. صندوق ثاني. لحظة لحظة. روح هنا. I'm moving. شوف أشرت لك. يسار. حاليا تقريبا أكثر من أربع. بس هذه مناطق مشوفة صح؟ خصوصا في شوف الستور، ترى بالعاده يكون في ناس، مره لا تهدي. سواق في واحد. وين تبغى، صالة القدوم ولا المغادرة؟ ترى المغادرون شكلنا بعد شوية. روح من هنا. ما تطلع. الا ما عليك. لا خلاص اقول لك. والله تطلع. اوكي سويك طال عمرك. هذا وين الحين المنطقة؟ هذا اللي هو الدام حاليا. اوكي فيها معركة. اوه في 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 ناس. ارجع يا مدير. عاد هنا في معركة. روح يسار. اوه ايش طاح؟ اي تعال تعال بسرعة. يلا بروح من اليمين انا. قتلته. ايوه. كافو. مات على طول. ايه. بس. في سيارة جاية، في سيارة. تعال 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 تعال. بسرعة بسرعة، انا ابغى لي درع. فيها اثنين، ها فيها اثنين. يلا. ما عليك. انت وينك؟ كرام نزله. عندي 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 عندي. هنا. Watch for enemy. لا 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 قناص قناص. ايوه ايوه طلقت عليه طيحته. كفو 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 مبش عليه. ايه بسرعه بسرعه بسرعه. تعال تعال اطلق اطلق اطلق. ايش؟ اطلق عليه. ما في. لا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. لا 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 رحت انا. Eyes on target. شوف شوف يركض تحت. شوف لهم دوني. بس ما عنده. ودي ودي ابش عليه. رح 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 رحنا. وين جوا؟ ايوه ايوه جا خويا. واحد غيره. ايه. هذا قام. هذا واحد ثاني مو خوي ترى. ايوه هاك. وشفتوا عاد كيف كان الجيم، ايش رايك فيه بالله التحدي هذا؟ صراحه تحدي يعني مره رائع. وزي ما شفت انتو تنزلون على الوار زون بنفس الخريطه متروها كلها، اهم شيء كم عدد الاماكن اللي بتزورونها في الوار زون. طبعا ما ينفع الخريطه الريبيرث وهذه لانها صغيره صح. كم احنا عدينا يا دو؟ تقريبا عدينا اكثر من 6 مناطق. والله حلو صراحة، بس انا ما تحملت، شفت واحد قدامي مرة سهل الضربة وفعلا يعني ما شاء الله جبته. عاد الحين احنا بنكمل كذا جيم، اللي حاب يدخل في هذه المنافسة معنا جائزة مقدمة من لينوفو وهي سماعة احترافية موديل H300، بالاضافة انه لازم تشاركون في هاشتاج اظهر قوتك مع ليجن. تابعوا حساباتي على السوشيال ميديا اليوتيوب طارق الجاسر وأيضا على تويتر طارق الجاسر. في أمان الله. وعندك كلمة تقدمها يا دو؟ لك الله يعطيك العافية، وكان تحدي جميل ولطيف، إن شاء الله أنهم يشاركون، فالهم التوفيق إن شاء الله. يلا في أمان الله. في أمان الله.